هو في محاولة لكسب السباق العالمي للتوصل إلى لقاح فعال ضد فيروس كورونا، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أول لقاح من نوعه يتم تسجيله والموافقة على إنتاجه في العالم. روسيا وبعد الإعلان عن لقاحها قالت أن 20 دولة تقدمت بطلب شراء مليار جرعة منه، وأن 5 دول تعتزم فعلا المشاركة في إنتاجه. بوتين من جانبه كشف أن إحدى بناته تلقت هذا اللقاح فيما اعتبره البعض تصريحا دعائيا، خاصة أن روسيا لم تصدر أي بيانات علمية حول اختبار اللقاح الخاص بها. الرئيس الفلبيني تجرأ مثل ابنة بوتين وأعرب عن رغبته في أن يكون أول من يختبر اللقاح الروسي على نفسه. لإظهار ثقتي بهم سأخبر الأطباء أني سأكون أول من يحصل على التطعيم عند وصول اللقاح. سنرى ما إذا كان يعمل. إذا كان يعمل معي فهو مفيد للجميع. الهيئة الروسية المعنية بحقوق المستهلك علقت على دعوات تأجيل تسجيل اللقاح الروسي، وقالت إن مزاعم شركات الأدوية من شأنها أو بشأنه أساسها الجهل بنتائجه. الهيئة أكدت أنه تم تطعيم مئات المتطوعين ولم تكن هناك ردود فعل سلبية خطيرة. وكانت جمعية منظمات البحوث السريرية بوجه خاص قد اقترحت على وزارة الصحة عدم تسجيل اللقاح حتى الانتهاء بنجاح من المرحلة الثالثة للتجارب التجارب السريرية. منظمة الصحة العالمية أعلنت عن إجراء مباحثات مع السلطات الصحية الروسية حول فعالية وآلية اعتماد هذا اللقاح الجديد الذي أعلنت عنه موسكو، وجددت تأكيدها على أن أي لقاح سيخضع لمراجعة ولتقييم صارمين لجميع بيانات السلامة والفعالية المطلوبة، حيث أكدت المنظمة سابقا أن عملية إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا تستغرق نحو العام أو العامين حتى يكون متاحا لدى جميع الناس، وذلك بعد استيفاء كافة تجارب السلامة طبعا والتأكد من فعاليته في مواجهة الفيروس. يمكنني القول إننا على اتصال وثيق بالسلطات الصحية الروسية، والمناقشات جارية فيما يتعلق بالتأهيل المسبق المحتمل للقاح، ولكن مرة أخرى يتضمن التأهيل المسبق لأي لقاح المراجعة الدقيقة والتقييم الصارمين لجميع متطلبات السلامة والفعالية المطلوبة.